الاهلي السنه اللي فاتت زي ما حضرتك قلت ان احنا كسبنا 5 بطولات، كل البطولات اللي دخلناها كسبناها. خليني ابدا معاك بالدوري ابطال افريقيا. المباراه دي مباراه من المباريات الصعبه جدا جدا للنادي الاهلي. هل كنت متوقع ان الاهلي يكسب اولا هذه المباراه في ظل التعادل هنا، او ان احنا كسبنا 2-1 هنا فقط، وبالتالي مباراه كانت صعبه في نفس الوقت؟ كنت بتتفرج على الماتش ده فين؟ انا كنت هنا اعتقد كنت في البيت يوم مصادفه. بتتفرج لوحدك ولا دايما مع اصحابك مع اهلك؟ احيانا الايامية احنا دايما قبل كده بنتلم كلنا مجموعه، بس المره دي كنت انا لوحدي من القلق. لما اكون قلقان بتبقى قاعد لوحدي بقى. القلق بتقعد لوحدك، ما بتلموش بعض وتقعدوا. مش قلق ان نخسر الماتش يعني، ببقى مش يعني يا رب البطوله دي ما تروحش. بس الكلام ده حقيقي يعني؟ هل انت بتبقى قلقان بجد؟ يعني بتقعد طول النهار مثلا تفكر في الماتش معلش ما انا فاهم طبعا، لكن انا عايز الناس اللي تعرف هذا الكلام. لا ده اكيد يعني. بص خصوصا الماتشات المصريه والماتشات الكبيره وافريقيا دي، خلاص احنا يعني ملقبين في كل الدول ان احنا ملوك افريقيا دي، ما حدش بيتكلم فيها يعني، ما حدش بيناقش. اي دوله رحتها في عربيه او في افريقيا كله عارف مقام الاهلي. الماتش ده وكنت متوقع ان احنا هنغلب، يعني احنا هنفوز. أوكي. يعني المفاجاه بالنسبه لي دخل فينا جون. قلقي من النهائي، انا كنت خايف ان اللعيبه يخرجوا عن تركيزهم ويبتدوا يفكروا ان هم 2-1 بس. لكن ثقت انا زي ما ثقت الجمهور في اللعيبه دول وفي المدرب، كانت ثقه كبيره.